عندما يصرح مسؤول رسمي في حكومة ويقول هنالك 5000 انتحاري، ما ممكن حقيقة تجاهل هذا الأمر. الأمر الآخر، عندما أقول وزير الداخلية السعودي يصرح بأن الشباب السعودي يذهب إلى العراق ويفجر نفسه. ثالثا، وجود انتحار أكثر من 400 عنصر إرهابي محكوم بالإعدام في سجن الحوت. كذلك تصريحات رئيس الوزراء القطري حبن بن جاسم عندما قال بأنه نحن من أرسلنا، ويقصد السعودية وقطر والإمارات الانتحاريين، والسعودية جزء من هذه المؤامرة لإسقاط وإفشال العملية السياسية والخلل الوضع الأمني في العراق. أما أن تقول بأن هذه الوثائق عند الحكومة العراقية، وإذا كان لدينا حكومة شجاعة فعليه أن تظهر الحقائق. الولايات المتحدة الأمريكية 11 إرهابي سعودي فجروا البرجين في نيويورك، وشرعوا قانون جستا من قبل البرلمان الأمريكي، واستطاعوا أن يحلبوا المملكة العربية السعودية ب 11 انتحاري. لدينا 5000 انتحاري. طيب، لماذا لا يشرع البرلمان العراقي قانون جستا شبيه بقانون الولايات المتحدة الأمريكية؟ طيب، أنا حقيقة موضوع اليوم مو داعش. أنا موضوعي مو داعش، بس جميل استاذ صباح، عفوا استاذ صباح، وزير الداخلية هنالك وقائع وأدلة. جميل جدا، بس أنا أريد أحكي لك وزير الداخلية، أريد أحكي بالكلمة اللي أنت قلت إياها. عفوا استاذ صباح، انت هسه تقول لي وزير الداخليه السعودي يقول 5000 شاب سعودي والشباب السعودي دا يروحون للقتال في العراق، هو ما معناته هذا بامر حكومي. انت مثل اليوم نقول لك اكو شباب بالعراق دا يتعاطون المخدرات، اكو شباب عراقي بسبب الياس دا ينتحرون، اكو شباب عراقي بسبب ماكو شغل دا يروحوا يا ميليشيات خارج اطار الدوله. ما تعتقد يعني هذا عادي؟ هو دا يحكي عن حاله دا يحاربوها هم اساسا، ويام ويام حبسوا ناس من داعش وغيرها لهم علاقة بهذه الأمور الإرهابية داخل السعودية. هذا مو إثبات استاذ صباح، خلينا لا نضحك على المشاهد. يعني استاذ أحمد، إذا أنت تعتبر 5000 انتحاري فجروا أنفسهم وكانوا دون علم المملكة العربية السعودية، و400 إرهابي محكومين بالإعدام ولحد الآن هي تحاول السعودية مساومة ومقايضة الحكومة العراقية بخصوص الإفراج عنهم. زين. عشرات الآلاف من المفخخات، وكنا نشوفهم بأم عيوننا بأنه سيارات تحمل الأرقام سعودية وتقول بأنه السعودية غير متفقة. السعودية تتبنى مواقف عدائية ضد العملية السياسية من 2003 ولا تعترف بالعملية السياسية في العراق. ونقول هذا الأمر، السعودية ضمن نفسها الطائفي وفي مساجدها، وتعتبر بأن الطائفة الأغلبية في العراق، الطائفة الشيعية، هي طائفة كافرة ورافضة. ونحن نقول الانتحاريون أغلبهم طيب أخذوا دروسهم في مساجد وجوامع المملكة العربية السعودية. لحد الآن لديهم شيوخ يتبنون الفكر التكفيري. أنت هالشكل طلعت عن الحلقة. هؤلاء الإرهابيين هم من درسوا وتعلموا هذا الفكر التكفيري، وتقول لي بأن السعودية فتحت صفحة جديدة وتريد أن تبني علاقات. بس استاذ صباح، هذا نجاح للسيد الكاظمي. هنالك واقع لابد أن لا نتجاهله. زين، بس أنا ما أريد أنت تطلع الآن على الحلقة. عفوا استاذ صباح، عليها أن تفتح صفحة جديدة حقيقية. بس اسمح لي استاذ صباح، انتوا المشكله نواياها الحسنه بخصوص العراق والعمليه السياسيه. جميل، جميل، هذا شنو دخله بالاستثمار؟ يعني اعود مره ثانيه، الطائفيه والصراعات والماضي وكذا، الحكومات السابقه هم كانت ترى متهمه بالطائفيه في العراق. يعني ما اريد اخوض اني بهالامر سيدي الكريم. هذا بلد عنده استثمارات بكندا وبالارجنتين، استثمارات على مستوى عالي في الزراعه. انت شنو اللي ضارك قاعد ترجع على قضايا قديمه بها طائفيه ومشاكل طائفيه احنا العراقيين عانينا من عندها في الداخل العراقي؟ اليوم حكومه الكاظمي نجحت في كسر كل هذه الخطوط وبدت تشتغل ويا الكل، ومقبوله هذه الحكومه من ايران ومن تركيا ومن امريكا ومن السعوديه، والكل راغب في الاستثمار، تعالوا نسوي فلوس، عندنا ازمه. شنو دخل هذا الموضوع بهذا الموضوع استاذ صباح؟ اعود واكرر هذا السؤال على حضرتك. يعني أولاً يعني هنالك إرادة سياسية
ممكن لديها بعض العلامات الاستفهام على الاستثمارات السعودية، بل هنالك انتقادات شديدة للسيد مصطفى الكاظمي على الذهاب باتجاه السعودية وترك الصين مثلا. الصين فتحت أذرعها وذهب عادل عبد المهدي إلى الصين وعرضت استثمارات كثيرة، وممكن أن تكون بديلا عن الجانب السعودي. لماذا لا نذهب إلى أستراليا، إلى روسيا، إلى كوريا؟ لماذا اختيار السعودية بالإضافة إلى اختيارها في المناطق الغربية؟ والكل يعرف بأنه العراق مقبل على إكمال ميناء الفار وخط الحرير، وخط الحرير يمر من البصرة في باتجاه المناطق الغربية وباتجاه سنجار إلى تركيا. لماذا الاستثمار في هذه المنطقة؟ طيب. أعتقد هو جزء من المخطط لإفشال خط الحرير، وهو حقيقة إفشال الاتفاقية مع الصين من خلال دخول الاستثمارات السعودية حصرا في هذه المناطق.